السلام عليكم. سلام، لازم تقعد نص ساعة ما تطلع من البيت. والله قاعد اصلي يا اخوي. تقبل الله. شخرا تقبل الله، ما شاء الله بالعافية الغداء. كيف عرفت؟ اقرا افكاره. يا اخوي مب عزوبي. ما شاء الله انت بالعافية الفطور. لا لا مستعجل. هذا الفطور تقوى. مستعجل ها؟ كل يوم كذا تقوى. خبار؟ شو يسوي الحمد لله شو يسوي. السلام عليكم، اهلين فيكم في فلوق جديد. طبعا فلوق استثنائي، انا قلت لكم امس ما راح اصور، خلاص بوقف من بدايه الدراسه، يعتبر اني الحين بدايه الدراسه بس هم ما راح يشوفون من اللفه ابل اكسبر. احنا في 100-500 بنخلص الدراسه برجع معاكم اصور، فوقت ما تشوفون انتم تحددون هل اني الى الان ما راح تقاطع ولا لا. لكن محمد مكلمني انه بيروح كاسكو بالفلوق اللي طاف رحنا ومسكر، فقلت بروح معاه اليوم واني خلص الدوام. اربط الحزام ايش رايك؟ ما تقدر اسكت مكان فاهم، بس المدرس مساء قاعد يهدد يقول شوفوا الغاهر انه المدرس نفسه بيكر بيعطينا في سمر 2 سيركت 2 سمر 1 سيركت 2 الغياب ما بعد الغياب قال شهر في البدايه، قال ترى صعب حتى علي انا يعني. يقول اول مره وانا ما بعرف كيف ابدا معاكم. ايش يقول؟ يقول شوفوا انتم تدرسونا في السمستر كامل 16 اسبوع السمستر الأربع شهور، يقول الحين بدرسونا 16 يوم. إيه 16 يوم نص شهر. شنو؟ يعني كل أسبوع إكزام. قال شو بيكون صعب؟ يقول صعب حتى علي أنا كيف أبدأ معاكم ما أدري كيف. فاليوم الواحد بيكون عن أسبوع كامل في الأربع شهور. يوم عن أسبوع. بيحدث دروس. لا بيكر ما يحدث. شوف. والله ما يحدث لأن يقول لأن لا لو يحدث دروس. الشيء اللي بناخذه عليه هو يتطلبه ناخذه قدام. يقول اذا غبت يوم خلاص انت راسك بتعب نفسك. يقول لا تخسرون فلوس. يقول اذا ما تعرف حق نفسك هل انك بتقدر على الماده. ما يقول انا بساعدكم، ما يقول لا، وقال والله قال لا تخسر فلوس ترى بعد الطاقه بس والريال من بعيد كذا يدخلك عادي كذا طلعها عادي بس كذا. ايه بس كذا ما يشوف. ما راح اكل المطاعم. تبي تشتري كمبيوترات ايباد لابتوبات؟ طلبت سماعات. الحين خوي تشتري ابغى حلبه والله ليمون. لا حلبه انت حامل انت ما شو مدري عارفين عندهم ذي ولا ما عندهم. ما ادري عندهم ولا ما عندهم هنا. لا والد اعطانا حلبه. ما اقدر ارد عليك. كيك هنا تعال. ها احسبك ترى انه شخص مشهور او شخص انت شخص مهم اللي قاعد اصورك. ما مره دخلت هنا راح خش الحين شوف شلون بارد الحين شلون الجو. تحس انك دخلت بوزمن ها. شوف السلطه هنا. انا ما اعرف اسوي بيض وجبن بس. ايش تغديت اليوم انت؟ حلال. شو ايش تغديت اليوم؟ تغديت اكل والله كويس. لا والله حلو. بس كيف اطبخ هذا؟ ده حطه في النار ماي وينطبخ. ايش كيف تطبخها؟ والله لحم كيف كذا ضلوع. هذا يحصل الناس كلهم يا اخي جاهز مثل ما انت تعرف تطبخ. انا ما اعرف اطبخ يعني. خلاص انا نفسك ما اعرف اطبخ. ما اعرف اطبخ. اعطى خليفه. انا انسى. خلي يعلمك. خليفه ما شاء الله طب. خوي البورك هذا يعدونه. انا اكل البورك حمص ادري من ناكل الهندي نن. هي هذول والله صح عليهم بس بارد ذا صح؟ والله غالي والله غالي. خذ شوف كم واحده. والله مره غالي. شوف كم واحده خوي. ما يكتبون لك ترى كم بيس تاكد تحسبها. اي الحليب داخل والبيض داخل. خش برد. انتو اثنين ما تشربون على طول؟ اخلص حلقه واحده. شيء كاتريك مرت 27 باقي اسبوعين. ما 27؟ اي اسبوعين. الاسبوع الجاي. ما 27 الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي عندي اختبار عليه 27. ليه قاعد اصور فيك؟ يقولون خلاص انسان مهم ها؟
والله مره بكم. تستخدم ذي؟ مويه والمارت ما كذابين والله نستخدمها على طول والله كذابين والله لازم تفيد بقسم بالله تفيد ايش مثل هذه لا دي ما راح يبين فيه الوسخ النقاط ايه والله تروح اتوقع نزلت في السعوديه ما بكثير يعرفون بسوي فيديو ثاني عن بتشوف والله مره تخش ماركتنج والله تفيد والله شوف لا والله تفيد والله انا انت تخصصك انا بغير تخصص بكلم سماره بقول لها محمد شان ينوكل ذا شوف اللي فيه ميلك شوكليت كلاسيك كراميل دارك شوكليت فليفر هذا مو هذا فليفر هذا فليفر هذا فليفر طيب عليهم ذي على شنو ذا بوب كورن في علب داخل بس شوف فيها يا الله بدالك بالهيلثي ذا احسن عصير شباب جريب فروت لا جريب فروت لا يا يقول لك هذا الامريكان هنا ما عندهم وقت شوف هذا برجر جاهز بالجبن بالكعك كامل سخنه وكله والله كذا جاهز على طول في الميكرويف وكله جاهز مطبوخ ترى جاهز وكامل مطبوخ كلنا مواد مسخنه انا تعرف انا هذا المشكله انهم ما يموتون الا بعد المية والله الشيفان تلقى كبر جدي الله يطول بعمره ويروح ياكل ثمان كيف شوف هاك بيتزا على طول جاهزه سخن وكل ما في وقت على طول يقول لك يصير طعمها بحلو تلقى طعمها احسن من الطاز جدي ترى ما راح تنحى يمكن العصير هناك ما راح تنحى احنا جايين من هناك ايش فيك كله ماي هناك اي ما في شيء لا ماي ماي متاكد اي والله شوف هنا العصيرات ترى يعتبر عصير الخمر صح ولا يعني معصور يعني من العصاير شوف الانواع شوف الانواع معتك هذا النوع شفت العنوانين هذا والله حسن. هذا تلقاه $50 بعد ما بغالي ما يخسر يعني ما اللي احنا في دول الخليج اول على خلاص اللي يشرب خمره انه ما عنده فلوس باع فلوسه كلهم راحت حياته كلها على الخمر وهنا شوف كم قيمته انا ابي ابل بس تبي بس ابل ما بدينا نفكر ابي ابل أيوة. بس طب انا باكلها 6 تفاح يا معلم زبط له واحد 6 تفاح حمد I'm just looking at the flavors, don't worry. This is the new drink that is like polar, except it's in a different container. And as far as I know, it's just a lightly fruited... Do you know what is this one? A lightly fruited... What flavor is that? Sparkling. This one. Oh, clementine. Who knows? Oranges. Oranges? Orange. Oh, I see. It's orange. It's those little oranges that you find. Oh, I thought they were called hobos. Oh, I see. Okay, thank you. Listen, believe me, I've learned spoken English all my life, and now there are things in the language I have none. And I used to worry about it. Nah, not a word. Is there something else? Oh, okay. Oh, you're videoing us. I saw you go. You say, "حياتك كلها." تتكلم انجليزي وبعض الاشياء ما تعرف ايش هي ما ينوكل الطعم مو بحلو يصير لازم يصير في شيء مو بهيلثي عشان يصير حلو والله حط معه عسل خذ لك ذا صبه على الطبخ حقي واحد تبي واحد يبيك والله شفت وجهه شلون والله شكلي بتخنق معك اخوي بيكلمنا الحين دقيقتين بيكلمنا والله ليه بيكلمنا على الكاميرا الحين قام تحت ثلج ما اطلع ماكل يطيح ثلج انت يا خوي امس واليوم ايش سالفتك انت بدك تساعدني يعني بس كرتونين وخلاص فيك زعلان والله فيني نوم تنام بكره كيف دوم؟ بكره عندي كورة يلا كلاس كورة كلاس كورة خف وصلت شقتي مين؟ انا ويلا كذا اعتبر خلص اليوم حسيت انه شيء سهل في الوقت يعني من هنا الى كوسكو بس احس تكلمنا واجد ما حسيت؟ والله حقيقة في كوسكو سلفنا واجد بس انت قعدت فترة ساكت ما ادري ايش كنت تسوي افكر في المستقبل انا ايه فكرت كويس فكرت تفكير فكير كبير الحمد لله
ففي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناة. شو الشيء الثاني؟ لايك سبسكرايب اشترك انا ايش جاك؟ ايش جاك؟ ايش جاك؟ الدماء حتحس طاقة جات عندك ها؟ سبقت كذا واحد صغير يقول والله وين جبته؟ باليوتيوب؟ ما ادري اليوتيوب ما ادري واتساب برسل لك اذا جاني. ففي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع من الله.